للوقوف أكثر على تطورات الملف النووي الإيراني والأزمة التي يمر بها في ظل تهديدات محتملة للمنشآت النووية الإيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمود أحمد. أستاذ محمود، بداية مرحبا بك. بعد موقف الخارجية الألمانية تبعها أيضا موقف مشابه من الخارجية البريطانية، كيف تتوقع الموقف الأمريكي من مباحثات الملف النووي الإيراني؟ تحياتي لحضرتك ولمشاهديكم الكرام. أخي العزيز، النظام الإيراني هو سياسته دائما هذه بهذا الشكل يسيرها، إلا في بعض الأحيان في اللحظة الأخيرة يتراجع. هذا القرار الإيراني لإعادة المفاوضات لما انتهت به قبل 5-6 شهور وإعادة النظر بالذي تم التوافق عليه هو سبب لهذه النكسة اللي حصلت. هم جاءوا الأوروبيين من أجل أن يسرعون ويخلصون المحادثات بنتائج، لكن الآن إيران دفعت بالآخرين الذين ما كانوا موجودين ضمن هذه المجموعات أن يضافوا إلى هذه المعارضة. إسرائيل لديها الفرصة الآن أن تضغط أكثر وتهدد بالخصم، وإيران تحس أنه الأمريكان أيضا لم يحضروا المحادثات إلى الآن، وهذا كله دليل على أن إيران يمكن أن تتراجع، لأنها دائما كانت بهذا الشكل تعمل تضغط من أجل الحصول على مكاسب. فيما لو تراجعت في بغية الحصول على مكاسب، يعني منذ أيام أستاذ محمود علق الرئيس الفرنسي ماكرون على سير المباحثات وقال إن هذا يعني هذا الطريق هو طريق صعب بحسب وصفه، وإن إيران لم تذهب إلى جنيف للتفاوض. هنا يعني على ذكر المكاسب أستاذ، كيف قرأت خطة إيران في هذه المباحثات؟ ما هو هدفها؟ ما هي ما طبيعة المكاسب التي تتوقعها؟ طبعا بالدرجة الأولى هي دائما تريد تؤخر الوقت لصالحها وتؤخر المفاوضات لصالحها حتى تتقدم خطوات إلى الأمام، وهي الآن المشكلة اللي حصلت وكسبتها إيران للتطوير في عملها النووي وفي تحركها النووي وفي صناعتها النووية وتكنولوجيتها النووية، هو هذا اللي كان سبب. فالآن تريد أن تخلق أسباب أيضا حتى تطور أكثر وتقترب أكثر لصناعة القنبلة النووية والقنابل النووية، لأن هي أساسا القنابل النووي تريد لتخويف العرب، ولا تكتفي بنووي واحد، صاروخ واحد أو رأس نووي واحد. فالنظام الإيراني هذه محاولاته اللي محسوب إلها من قبل كل محلل سياسي، محسوب إلها درجة الأولى. طيب، لكن المصالح النظام الإيراني في المنطقة عند أنصاره من الميليشيات والإرهابيين اللي متواجدين وملأ بهم العالم العربي والبلدان العربية، هذه يرفع معنوياتهم يدفعهم أكثر للتماسك مع إيران وتنفيذ القرارات الإيرانية. بعد فشل أستاذ محمود، بعد فشل مباحثات فيينا، الخارجية الأمريكية تقول إنهم جادون في بحث الخيارات البديلة للتعامل مع إيران. ما هي الخيارات المتوقعة من الولايات المتحدة بعد يعني تعنت إيران في إيجاد حل لأزمة الملف النووي؟ لم تبقى الواقع حجج لمتابعة السياسة مع إيران. النظام الإيراني الآن حتى الحديث حتى عد أكثر الناس المسالمين والمبتعدين عن المواجهة، أصبحت الحرب ضرورة والهجوم على إيران وعلى المفاعلات النووية الإيرانية ضرورة، لأن الكونغرس الأمريكي بطرفيه الديمقراطي واليمين واليسار، الطرفين يريدون توبيخ إيران ويريدون الهجوم على المفاعلات النووية الإيرانية. إسرائيل تضغط والأمريكان معظمهم هم الآن ليسوا مع الرئيس الأمريكي. فأنا برأيي المتواضع هذا الضغط سيعطي نتائج، وإذا ما أعطى نتائج فبالتأكيد السلاح والطيران الإسرائيلي سينفذ هذه الأهداف. يعني تتوقعون ضربة مباشرة لإيران؟ يعني بحسب وكالة رويترز يعني ذكرت أن واشنطن تدرس إجراء مناورات مع الكيان الصهيوني لضرب منشآت إيران النووية،
هل تتوقعون فعلا أن تكون هناك ضربة مباشرة؟ بالتأكيد هذا موجود، هذا موجود، لأن المناورات بدأت منذ يومين بين إسرائيل وأمريكا، والأمريكان وهم أساسا قيادات الجيش الإسرائيلي معظمهم جاءوا من أمريكا، هم ناس مهاجرين وإجوا هنا الآن قاعدين ينفذون السياسة الإسرائيلية. طيب، والسياسة الأمريكية. ولكن أيضا واحد. أستاذ محمود، أيضا على الطرف الآخر، لو في المقابل هناك تحركات تلاحظها، ربما تحركات خليجية للتقارب مع طهران ونزع فتيل الصراع، كيف تقرأ هذا التقارب وتوقعات رد فعل إيران؟ طبعا أنا لا أراه تقارب، هذا يريدون أن يبعدون الضربة الإيرانية لهم. الخليجيين لا يريدون، دول مستقرة ودول غنية ودول شعوبها ما هي داخلة بحروب، ولهذا يريدون أن يحافظون على العلاقات. وفي نفس الوقت اللي رئيس الوزراء الإسرائيلي موجود في إيران، هناك وفد إماراتي يزور طهران ويتحدث النظام الإيراني عن العلاقات الطيبة مع الإمارات المتحدة، وهو كان قبل شهور عندما زاروا إسرائيل البحرين والإمارات كان يتب على القنوات التلفزيونية علنا. فأنا برأيي المتواضع أساسا الإيرانيين هم يعرفون أنه الدول الخليجية فقدوها، فقدوا صداقتها، لكن بغت التجارة بين الإمارات وبالذات بين دبي وإيران مهمة لإيران، وإيران تحاول أن لا تخلق مشاكل جديدة مع الدول المجاورة. من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمود أحمد، شكرا جزيلا لك.